الحبي جدد الأحلام للروح الحب من 5000 عام الشام يا محبي جدد الأحلام للروح الحب من 5000 عام يلا قومي يا صبي الحقيقة اليوم السعادة والفرح بيغمرني كتير إن لما أشوف أولادنا الكل مهتم فيهم وهن متفوقين. طلعي هالصورة الحلوة أمامك، هذا فخر كبير إلنا. ودائما نحن بنقول مدارسنا شو ما أعطينا لأبناء الشهداء نحن مقصرين، لأنه لولا دماء أبائهم لما كنا في هذا المكان. بتمنى لهم دائما مستقبل رائع، يكونوا لو آبائهم مفقودين بس هن يكون الفرح غامرهم دائما وهن مستقبل الوطن. هيدي الفعالية هي تكريم أبناء الشهداء، نحن من أهم المشاريع اللي اشتغلناها السنة بسنة أطلقتها وزارة الثقافة هو مشروع رعاية أبناء وبنات الشهداء، اللي هو كان هيدي الاحتفالي هو إحدى نتائج المشروع اللي هو تكريم الأبناء اللي فازوا بمسابقات أبناء وبنات الشهداء لعام 2019 الفنية والأدبية. وكمان شيء ممكن اللي بيميز انه نحن هاي الاعمار رح تطبع ضمن مطبوعات وزارة الثقافة.